يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في قوله سبحانه وتعالى: السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، يقول هل صحيح أن السلف فسروا الأيدي بالقدرة هنا، وهل يعد هذا تأويلا للصفة؟ ما فسروها بالقدرة يا أخي، فسروها بالقوة، بأيد يعني بقوة، أيد أيدناه أي قويناه بروح القدس، فما هو بأيدي بالياء، أيد بأيد يعني بقوة، هذا اللي فسروها به، ولا يؤخذ من هذا الصفة، صفة اليد، اليد لها أدلة أخرى غير هذه الآية. نعم.